قاعة الفنون القتالية تجذب الفئات العمرية الصغيرة مع بدء العطلة الصيفية وتحقق نتائج متقدمة بهم. تهذيب الأخلاق والسلوك ومن أجل إشغالهم بشيء مفيد ولإعطائهم دافعا للصبر والتحمل وتعليمهم الدفاع عن النفس عند الضرورة وبمبالغ رمزية لا تتجاوز 15 دولارا شهريا لكل فرد منهم، يحرص أغلب الأهالي لزج أبنائهم في هذه القاعات. احنا نجيبهم أحسن ما يبقون بالشارع، وثاني شيء نجيبهم هنا ليتعلمون الفنون القتالية، يتعلمون وش الدفاع عن النفس، أحسن ما يبقون بالشارع ويتعلمون أشياء غير أشياء، يجون هنا يتعلمون فنون قتالية. إضافة إلى أنه هاي القاعات الرياضية تعلم على وسائل الدفاع عن النفس، تهذب الشخصية، تعلم على الصبر، إضافة أنه الرياضة دائما تنمي العقل أيضا، فيكون طالب مميز بالمدرسة، راح يقضي العطلة في شيء مفيد. نتائج متقدمة حققتها الفئات العمرية هذه، فمنها ما جاء في المركز الأول أو الثاني أو الثالث على مستوى المحافظة، والمركز الثاني أو الثالث على مستوى العراق، رغم غياب الدعم المقدم لهم من قبل الجهات الرياضية بمختلف مسمياتها. احنا بالنسبة لنا حققنا نتائج في على مستوى المحافظة، اول ثاني ثالث، كل سنة تصير بطولة المحافظة فيما يخص هذه الفئات العمرية، يعني نحصل الحمد لله مراكز، وعلى مستوى العراق ايضا في بطولة العراق، يعني حتى بطولة العراق الأخيرة العام، بطولة العراق 22 ايضا حصلنا مركز ثاني وثالث فيما يخص الفئات العمرية. طبعا ملاحظة انه هاي المشاركات كلها على ان كانت هنا بالمحافظة او ان كانت على مستوى بغداد او العراق، اللاعب اهله يتحملون عبء السفر واهله يتحملون الأجور، أجور الاشتراك البطولة. يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فها هنا يمكن بناء الاثنين معا لهذه الفئات بناء حقيقيا، فعسى أن تكون لهم التفاتة بسيطة من المعنيين. من صلاح الدين براكنعان، قناة الفلوجة.